أهلا بكم مشاهدينا، نتحول الآن إلى مؤتمر صحفي يعقده اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية بشأن افتتاح قسم شرطة كرموز كأول قسم في المحافظة يطبق معايير حقوق الإنسان بعد الثورة. إلى الإسكندرية. انقضى الغرض اللي هو معمول على أساسه، فلازم نغيره عشان حضرتك ما تعرفوش، إنما اللي عايز أقول لحضرتك إن إحنا حاطين على الطريق الدولي دوريات بعربيات مصفحة جديدة واخدينها من الوزارة بتمر، وإن شاء الله هنزود عدد تلك العربات على كل الطرق الصحراوية والساحلية والصحراوية عشان تأمن القادمين والزائرين من إلى الإسكندرية إن شاء الله. أي سؤال؟ تفضل. لا تفضل. لا هو مش اتشال، هو اصيب وبيعاد تجديده مره اخرى، وان شاء الله يمكن لو حضرتك كنت عديت امبارح كيلو 21، حضرتك عديت امبارح على وجه تحديد، لو عديت امبارح كنت هتلاقي السد الحكمطاري هناك معاه كافه مظبوطات في الاكمنه والحملات هناك في نقطه الكيلو 21. لازم نحدد لها اماكن، المحافظه تحدد لها اماكن، نعمل لها اماكن للمواقف العشوائيه عشان يتم نقلهم. احنا بيتم تثبيتهم مرورية، انما لازم نوجد لهم الاماكن اللي احنا ممكن ننقلهم فيها وما يبقاش فيهم تورط في الشارع. اي حد من حضراتكم؟ نعم يا فندم. في اي حد من حضراتكم ليه سؤال؟ بس هم جايين بس تايهين عن الاسم، بس تايهين عن طريق الاسم بعد اذنك. سعادتك كلمتني امبارح رحت حسن البرنس عشان مشكله اهالي كرموز اللي كانوا في الموقع. استاذ احمد صبري. لما تبقى الناس يعني. انا كاب عندي بنات. ايوه يا فندم. انا كاب لازم اروح الشرطه برضه. احافظ على بيتي، الاقي مكاني. مش جيت حاجه طالعه. اديله ميكروفون بعد اذنك. طبعا ما الشرطه والشعب لازم يتعاونوا من خلال منظومه كامله. بديهم دكتورات حياه، بديهم انت متعلمين تعليم عالي، قول عالي. انا كاب بقى رايح مشوار في الليل بقى معاه حرب. ابوها كل حاجه لازم الشرطه عايز مساعده من الشعب. انا باذن الله هوصلك هنا انك تنزل بيتك بالليل الساعه 3 4 الصبح من غير حرب باذن الله. اتفضل يا حاج. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل. انت كنت عارف بتتكلم وقعدت. بس يعني بنوه بس في البدايه عشان ما يتقالش ان احنا دايما هو سؤال هام جدا، بس هو احنا بنتعامل مش بالكم بالكيف. ضابط واحد بكفاءه انه يشتغل مكان 20 واحد. انا اقول لحضرتك ان ضباط اسكندريه وافراد اسكندريه ومجندين وعاملين اسكندريه على كفاءه ان هم يشتغلوا باقصى طاقتهم وان شاء الله يحققوا احسن اداء. اتفضل. عشان ما حدش يعلمهم، بيفتشوا العربيه، قدام عيني والواد واقفين الشارع، لقوا العربيه
هو كلامك يا حاج طبعا مظبوط، لان هو الشرط الامن ده منظومه متكامله لازم يبقى فيها تعاون ما بين المواطن وبين الشرطه وبين الاعلام برضه، ان احنا نركز على السلبيات لازم نحقق نذكر الايجابيات، ويبقى النقد بتاعنا احنا نتقبل النقد، النقد بس النقد البناء وليس النقد الهدام. ونرجو من برضه الصحافه والاعلام ان هم برضه يظهروا الايجابيات اللي بتعملها الشرطه، ومش لازم ان احنا نركز على السلبيات، لان كل جهاز فيه سلبيات، وان كان فهو سلبيات فرديه، والوزاره لن تتخاذل في اتخاذ الاجراءات من ناحيتها، انما الايجابيات كتير والتضحيات كتير، وان شاء الله هنضحي اكتر لغايه ما نحقق الامن والامان في البلد. متشكرين يا عزيزي. عملوا ايه؟ اكتر من وقت هو قدام الاسم، الاسم القديم في وسط المنطقه، لان هم كانوا رافضين جنال الاسم، لان هم كانوا بيروا ان ده بيزود من المنتجات الامني جوه المنطقه، وكانوا بيطلبوا ان الاسم يفضل موجود او يتم تحويله الى نقطه الشرطه تابعه للاسم عشان يبقى في توافق امني وسط المنطقه ويحميهم، يعني زي ما كانوا بيقولوا. لكن هم بيروا ان نقطه الاسم يعني بيشكل لهم خطر. لا هو ان شاء الله مش هيعرف يشكل خطر، لان الاسم اللي هناك برضه هنعمل له نقطه، هيبقى فيه الاسم وفيه النقطه، وهو زي ما الاسم بيعمل هنا هيعمل هناك. وانا برضه عايز اضيف ان الساده ظباط الاسم والساده القيادات بتاعت الاسم والعاملين في كل الاسم بيتعاملوا برضه في الشق الانساني، يعني مثلا كان في هنا قصه انتوا حضرتك عارفينها بتاعت العقارات اللي انهارت هنا في كرموز، فبرضه يمكن السادة الضباط والأفراد والعاملين بالقسم برضو تعاونوا مع الناس ومن خلال السيد المحافظ برضو. سيادتك وجهت إن احنا نروح نقابل السيد نائب المحافظ مع بعض المواطنين اللي هو سيادتك كنت معقب اللي حصل دوت، والناس كانت اتجمعت في شارع الفديوي. سيادتك وجهت إن احنا نحاول نحل مشكلتهم، عرضنا على سيادتك المشكلة، سيادتك قالت السيد نائب المحافظ ان انا اخد وقت منهم واروح بيهم، وحصل ده فعلا تحت رعايه سيادتك امبارح الساعه 5 التقينا مع السيد نائب المحافظ مع بعض الاهالي وقعدوا بحل مشكلته. وبعد اذن عليك بعد ما عليا مش قاصره بس على الواقعه بتاع امبارح، برضه سيادتك اول امبارح لما سالتك امر ان نتعامل مع هيئه الطرق والكباري بالنسبه للطريق الواصله لما كان في حادثه هناك، وامرت سيادتك ان احنا نروح لهم وعملوا مطب صناعي برضه لاهالي المنطقه. وسيادتك برضه بالنسبه لشارع الكابلات لما كان الصرف الصحي، يعني هي اصبحت العمليه مش امنيه بس ساعتها. لا الشق الاجتماعي ده مهم، والشق الانساني مهم جدا. بالظبط. متشكرين يا احمد. اتفضل. ضيف راجل مع المستشفى. اهلا وسهلا. هل الشرطه دلوقتي قادره ان هي تواكب المجرمين، او السلاح اللي هو دلوقتي معانا متطور؟ تطور السلاح مع المجرمين او المتهمين في الشارع دلوقتي متطور. هل الشرطه قادره ان هي تواكب؟ هو بالنسبة للسلاح والآليات العمل في وزارة الداخلية بيتم تطويرها بصفة مستمرة، والسيد الوزير بيتابع هذا وبيتم تطوير في الأسلحة وفي المعدات وفي العربيات. ويمكن أنت لو حضرتك نزلت على المحور هتلاقي في المدرعة الجديدة اللي أنا بشغلها في الدوائر الأمنية دي مجهزة على أعلى مستوى لمكافحة أخطر الجرائم. لا بنجرب بس. وطبعا احنا عندنا يمكن عايز اقول لحضرتك حاجه، ايا كان السلاح فهو التدريب اهم من التسليح. ويمكن برضه سياده النائب محمد عبد العزيز مدير اداره قوات الامن من الكفاءات يعني اللي هم النادره اللي بتقوم على تدريب افرادها، وسواء ناريا او بدنيا، فالكفاءه في التدريب احسن من تطوير السلاح نفسه. خلاص ناصر. ايه اللي عمل كده يا عم؟ الباب ده ولا ايه؟ ايه
كده يا باشا. جنازة عادية. في حد ذكر ناصر. الحمد لله على السلامة. تفضل. حضراتكم أي أسئلة أخرى؟ ذكر السيد الحمد لله على السلامة. مكتوب بين فخرين كده. نعمل كشف بيها كده. صاحب الخصم ولا ايه؟ لو صاحب الخصم تبقى نتيجة جميلة جدا يعني. اتفضل يا حاج. ايه فيها؟ ما حد يزنق البيبان دي يا عم. معاك يا حاج. عايزين بعد اللفه الجبليه اللي احنا شايفينها اسمه الجاموز الجديد ده. سادة الحاضرين ما شافوش اللي تحت. حاجات جميله نظافه. لا شافوها انت. الحقيقه اسم كربوز من الاسامي الجميله لان اهلها ناس جميله وناس متعاونه مع الشرطه وناس بتحب التعاون وعلى طول مع بعض سواء هم او الشرطة. دعوات الاخوة في اي اسئلة. متشكرين لكم جميعا. اللي عاوز اي بيانات يتفضل. خالد بقى. شكرا خالد. شكرا عشان صوت نصر كان متأخر. لا ما اشتغلناش. طب تشكيل الرسم لا ما لا.